استثمارات سعودية تحول مسابقات التنس النسائية لصناعة مربحة تدر أرباحا بالمليارات. فهناك تغير أحدثه دخول صندوق الاستثمارات السعودي PIF كأول مستثمر على الإطلاق، يقترن اسمه بالتصنيف العالمي برابطة لاعبات التنس المحترفات ضمن اتفاق شراكة لعدة سنوات. فالشراكة ضمنت رفع قيمة الجوائز المالية لمسابقة نهائيات رابطة لاعبات التنس المحترفات من 9 ملايين إلى 15 مليون و 250 ألف دولار. والأهم أن تنظيم النهائيات سينتقل إلى الرياض على مدى السنوات الثلاث المقبلة بحسب تقرير لفاينانشال تايمز. ويأتي ضم صندوق الاستثمارات العامة لهذه الرياضة لتضاف إلى مجموعة الرياضات التي دخلها الصندوق مستثمراً رئيسياً، مثلاً في لعبة الجولف والرياضات الإلكترونية وغيرها. وقد تستفيد المملكة من هذا التنظيم عبر زيادة الرعاة العالميين لهذه البطولة، حيث قفزت الرعاية التجارية للعبة بنحو 22% العام الماضي بحسب سبورتس ميديا. وتمكنت رابطة محترفات التنس في الظفر بنحو 1000 صفقة رعاية. وقد انطلقت الرابطة في عام 1973 بأمريكا، وبدأت بتسع لاعبات، واليوم يضم التصنيف أكثر من 2500 لاعبة من حوالي 100 دولة مختلفة حول العالم، يتنافسن على جوائز بنحو 146 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم سوق التنس العالمي بشكل عام من 30 مليار دولار العام الماضي إلى نحو 53 مليار دولار بحلول 2030 بحسب بيانات فيوتشر داتا.